وصلت السيارة؟ جبتها بابا؟ لسه. ليش؟ مو قلت اليوم بتكون خالصة؟ بكرة بتخلص. كنت محضر حالي يطلع لي شي دورة فيها. انت؟ ايه طبعا. ليش بتعرف تسوق؟ ومن ايمتى دخلك؟ بابا انا ورامي صرنا اسبوع عم نتعلم السواقة بسيارة مازن. سيارة مازن؟ لك بعدين حدا بيتعلم على سيارة اوتوماتيك فول اوبشن؟ شو المشكلة؟ المشكلة انه سيارتنا ما فيها اوبشن يا زكي. طيب بابا ساويها اوتوماتيك. تكرم عينك ست سوسو. شو بتحبوا كمان بابا؟ ركب لها جناحات مشان تصير طيارة؟ اطول بالك نجيب، ليش طالع خلقك؟ لك لانه ما حدا حاسس فيني. اكتر من هيك؟ قلبت لنا حياتنا فوقاني تحتاني سبب هالروز رويز. لك كمان انت لك ماجدة؟ شو انا؟ عم تستخفي بالسيارة؟ يعني ما بيكفي مالك افندي وجميلة خانم؟ يعني الصراع الطبقي وصل لبيتي؟ لأصول عائلتي؟ بدكن يعني اسرق ولا اردشي لحتى اجيب لكم سيارة فول اوبشن؟ ايه بس بالارصاد الجوية ما في رشاوي وسرقات. يا ستي يلي بده بيلاقي. بعدين انت لوين بدك تصلي؟ اه لوين بدك تقولي انه انا بحياتي ما رح صير مليونير؟ يا ستي انا ما بدي صير مليونير وما حدا قاله عندي. ايوه